إضراب مباشرة في هذه اللحظة. نذهب وإياكم إلى إسراء الشيخ، إعلامية وناشطة فلسطينية متواجدة في تركيا. أسعد الله صباحك بكل الخير. يا أهلا وسهلا، أهلا بكم. أهلا وسهلا بك إسراء. يعني فعليا الإضراب الشامل بات حديث الكل الفلسطيني وفي مختلف كذلك أرجاء العالم. من أين انبثقت فكرة الإضراب الشامل في مختلف أنحاء العالم؟ وأنت من أكثر الناس الذين بادروا بهذه الخطوة التضامنية لصالح قطاع غزة. حدثينا في إطار ماذا بداية تأتي هذه الفكرة؟ بداية فكرة الإضراب الشامل هي ظهرت كفكرة فردية فيما يخص العدوان على غزة، هاي نقطة لابد أن أؤكد عليها. طبعا استلهمت الفكرة من تجارب عالمية سابقة على صعيد التاريخ، كان مثلا الجزائر قاوموا الاستعمار الفرنسي من خلال أو شكل من أشكال مقاومتهم للاستعمار الفرنسي كان من خلال إضراب. أيضا الهند، أيضا في أوروبا تحدث عمليات إضراب بين فينة وأخرى مثلا، لكن على شكل جزئي من باب استرداد حقوق معينة أو من باب التغيير في قانون معين وما إلى ذلك. ففكرة الإضراب الشامل أصلا على مستوى العالم موجودة لكنها بشكل جزئي. وحقيقة مع التصعيد العدواني الوحشي على غزة بهذه الطريقة وخذلان الدول العربية والدول العالمية على حد سواء، أنه ما حدا استطاع من القادة العرب أنه يتخذ ولو موقف حاسم واحد لا على الصعيد الدبلوماسي ولا على الصعيد العسكري بيقدر من خلاله أنه يوقف العدوان، كان لابد أنه إحنا نتجه إذن كشعوب لفكرة أخرى. فحقيقة أنا لنقل بلحظة عاطفة إنسانية مثل أي إنسان عم بتابع الأحداث ومدرك أنه هو مسؤول بشكل أو بآخر وعليه مسؤولية، ولابد أنه نوقف شلال الدم اللي عم بيصير قدام عيوننا، وهي المذابح اللي إحنا جيلنا عم يشهد عليها، مذابح لم تحدث بهذه الوتيرة أو بهذه الطريقة على مدى التاريخ. فاتخذت فكرة أنه أنا أدعو للإضراب الشامل. بالمناسبة في البداية كتبت منشور بسيط على تويتر انه انا مع الاضراب الشامل من باب الضغط لوقف العدوان. صار في وعلى انستغرام صار في ناس تسألني تحكي لي اسراء، لقيت مباشرة يقولوا لي اسراء ايش قصدك بالاضراب؟ خبرينا اكثر، لانه احنا في المجتمعات العربية ما في ثقافة الاضراب مش موجودة صحيح. مثل المجتمعات الغربية. فانا هون بلحظة معينة اطلعت وسجلت فيديو، وفيديو عفوي جدا ومباشر، وحتى كنت في حالة ارهاق حقيقة. يمكن اللي بيشوف اول فيديو نزل يظهر تماما حالة الارهاق، واحنا كلياتنا فعليا مش عم ننام من بداية الاحداث يعني كما يجب حقيقة. فسجلت الفيديو ونزلته، لقيت تفاعل رهيب جدا، الناس صارت مباشرة بشكل مباشر، هذا دليل انه الناس بحاجه انه تعمل شيء، شاعر بالعجز، واحنا ما بدنا نسرب العجز لقلوب الناس. صاروا مباشره ينشنوا للمشاهير ويحكوا لي اسراء احكي مع المشاهير. قلت لهم لا، انتوا اللي بدكم تشتغلوا، هذا الشغل بده شغل على ارض الواقع. ما في مشاهير، ما في راس هرم، فكره الاضراب تاتي دائما من الشعوب مش من رؤوس الاهرام. هلا طبعا كثير من الناس صارت تحكي لابد من التنسيق مع النقابات و و و، لكن سبحان الله لما صار انتشر الموضوع صار في ضغط شعبي، الدول في بعض الدول استجابت وليست فقط النقابات. يعني بادرت هذا الاضراب فعليا جاءت من مبادره انسانيه شعورية، استنكارا فعليا وقهرا على ما يحدث في قطاع غزة وفي كل أرجاء فلسطين، وبذا بالفعل لاقت هذا الانتشار الكبير والتجاوب والتفاعل. ومن خلال ما شاهدناه عبر الفيديو الذي قمت بنشره إسراء توضحين فعليا ماهية الإضراب. إذا أردنا أن نختصر بماذا يتمثل هذا الإضراب، ما الإجراء الذي يجب على المواطن سواء كان فلسطينيا أو خارج أرجاء فلسطين أن يقوم به حتى بالفعل يمتثل للمعنى الحقيقي للإضراب الشامل؟ الفكرة لابد من تعطيل كل ما يتعلق بعجلة الحياة الاقتصادية. لازم الناس تعرف احنا عايشين في عالم رأسمالي، كل حركة الأموال والبنوك مرتبطة ببعضها البعض، أي فعل احنا بنعمله ولو بالصين يؤثر على الولايات المتحدة، أي فعل احنا بنعمله من موقعنا الصغير يؤثر على الاحتلال ويؤثر على الولايات المتحدة، لأنه احنا
بهي الطريقة لما منقوم بالإجراءات التالية البسيطة جدا، مسألة عدم إجراء أي عملية بيع وشراء في هذا اليوم، عدم إجراء الحوالات البنكية أو كل ما يتعلق بالمعاملات البنكية، عدم الشراء أونلاين، هاي نقطة جدا مهمة. يعني مش إذا قعدنا في البيت أو والله معناته نشتري أونلاين، لا إطلاقا، نوقف الشراء التام والتسوق الإلكتروني في هذا اليوم، واستخدام الماستر كارد والفيزا كارد، لأنه كلياتها تابعة لشركات بالمناسبة عالمية، وهي شركات يعني داخلة في المنظومة الرأسمالية اللي بتدعم الاحتلال. كل ما عطلنا رؤوس الإباد الصغيرة بشكل تراكمي نستطيع أن نؤثر على رؤوس الإباد الكبيرة، وبالتالي نؤثر على صناع القرار في الولايات المتحدة أنه يتخذوا موقف بالضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان. فهي الفكرة تعتمد على كرة الثلج، يعني ذاتا هاي فيلوسوفي، وبذات الوقت هي مبدأ موجود بالعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، أنه كيف أنت لما بتعمل فعل صغير هذا الفعل سيكبر، يكبر أيضا صحيح. أثر الفراشة وهي نظرية بحد ذاتها، كل ما أنت بتعمل فعل صغير في مكان معين هذا الفعل سيؤثر. لابد أنه الناس تكون فاهمة تماما ومدركة، وهذا الشيء اللي أنا حبيت أني أوضح لهم إياه، أنه يا جماعة هذا شكل مهم من أشكال المقاومة، ما تستقلوا فيه، هو ما جهاد بما تعنيه الكلمة من معنى، ولابد أنه نستشعر النية أنه إحنا متجهين في الإضراب ليس ترفا، ليس عبثا، ليس خرابا، إحنا هدفنا إيقاف العدوان الغاشم على غزة، وأيضا رح ندفع إن شاء الله باتجاه كسر الحصار طالما الدول الكبرى ما اتخذت هذا الموقف وحصرت 2 مليون بني آدم وجعلتهم يعني في وجه المدفع أمام الآلة والترسانات العسكرية والأمريكية بهذه الطريقة، إذا إحنا لابد أنه نتخذ موقف. وأيضا لربما إسراء، نود التنويه والتذكير بالفعل لمن يتعارض مع أي وقفة احتجاجية أو تضامنية احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتضامنا مع ما يحدث من حالة كارثية حقيقية في قطاع غزة. يعني أنت ذكرتي أيضا ضمن الفيديوهات التي نشرتها هذا أحد أشكال المقاومة السلمية، وبذا يجب أن نعزز هذا النوع من المقاومة. وإذا ما مش كما نقول يعني مش هيك بدها الحكومات، مش هيك بدهم. حابة أوقف عند هاي النقطة، هي مش قصة تعزيز، مش قصة فكرة إنه الاحتلال ما رح يشيله غير المقاومة السلمية، لا، الاحتلال يحتاج في نهاية الأمر إلى مقاومة مسلحة، والمقاومة ما عم بتأثر. ربما هو هذا الشق يتناسب إسراء مع بصراحة الثقافة الغربية أكثر مما الحالة الفلسطينية، هذا ما أود توضيحه. نعم إسراء، يعني فكرة المقاومة السلمية بالنسبة لنا إحنا اللي موجودين خارج الديار ولا نستطيع، أو إحنا مش على تماس مباشر مع الاحتلال، فبالتالي ما في أمامنا غير هذا الفعل. صحيح. حقيقة صحيح. إسراء، يعني نحن شاهدنا عدة يعني منشورات تتفاعل وتتجاوب، وبالفعل هي تؤيد موضوع الإضراب الشامل تضامنا مع غزة. يعني من خلال ما لمستيه حتى هذه اللحظة، هل فعلا هنالك تجاوب حقيقي، ومدى الرضا عن هذا التفاعل؟ وإن شاء الله يكون يعني بادرة خير ومتفائلين إحنا بهذا التفاعل مع الإضراب. نعم، يعني شوفي أنا حقيقة على فكرة للساعة 7 لا قدرت أنام، أنتوا هلا عندكم الساعة 9، إحنا 10، يعني يا دوب أنا فيه ساعتين ونص. الساعة 7 كان تجاوب عظيم جدا، الولايات المتحدة، ناس من برلين، من بريطانيا، من فرنسا عم بيراسلوني، من دول متعددة، انتشروا بشكل ما طبيعي حقيقة. يعني الحمد لله أن الفكرة تلقفها كثير من المؤثرين والفنانين والمشاهير على مستوى العالم. ونشروا عنها، فنشرت بشكل رهيب جدا. يعني امبارح لقيت واحدة أمريكية عندها مليون متابع انفلونسر بعتيتني وبتشكرني، بتحكي لي إسراء أنا عملت زلزال على إنستغرام، كل الناس عم تحكي الموضوع. طبعا في أوروبا والولايات المتحدة معروف أنه لازم على الأقل تصدر الفكرة من جهة نقابية، لكن لما تعب حرك الموضوع، وهم بالعالم الغربي عندهم آليات ومساحة ممكن يتحركوا من خلالها،
تلقفوا الموضوع مباشرة بلشوا ينشطوا فيه. يعني والآن تصلنا رسائل الآن من أمريكا، حتى هذه المشاركة تقول من إحدى المشاركات: إحنا عايشين في أمريكا، نشرنا الإضراب عندنا، الفكرة حلوة كتير وإن شاء الله بتجيب نتيجة مفيدة، وشكرا لك أستاذة إسراء. هكذا تقول هذه الرسالة، وكذلك من السيد كاظم فالح الذي يعني يؤيد هذه الفكرة ومن ويقول: فكرة رائعة، يجب على الجميع أن يشارك الإضراب الشامل. ومشاركة أخرى من إياس عواد يشكر على هذه الاستضافة ويقول: نفتخر بابنة فلسطين المغتربة إسراء وبأمثالها المؤثرين والمدونين في كل أنحاء العالم. وبالفعل هذا ما نحتاج إليه إسراء، هذه العقلية الفلسطينية الرائعة التي هي نبض للقضية الفلسطينية حتى وإن كانت في دول الاغتراب. ونحن نشكرك على هذه اللفتة الوطنية الإنسانية بامتياز، والمبادرة من أجل الحديث والإعلان عن الإضراب الشامل في مختلف أنحاء العالم من أجل التضامن لصالح قطاع غزة. إسراء الشيخ، إعلامية وناشطة فلسطينية، إن شاء الله يكون وإياك لقاءات أخرى قادمة. أشكرك جزيل الشكر، متواجدة في تركيا، شكرا لك. ونعلم كمية يعني التعب والإرهاق والضغط وما إلى ذلك، لأنها تتابع أولا بأول مجريات ما تحدث وتطورات الحالة التفاعلية مع الإضراب الشامل لصالح غزة. سنذهب إلى فاصل